عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وترمونا بلايك عشان يوصلكم كل جديد، ولأن وفيكم بأسعار الكتب الخارجية 2023 2024 المعاصر والوضواء وسلاح الترميزة وغيرها في المكتبات شهر أغسطس 2023. أسعار الكتب الخارجية في المكتبات مع بداية الدراسة ومع تحديد موعد الدراسة والتي أقرته وزارة التربية والتعليم المصرية الذي سيكون في شهر سبتمبر القادم للعام الحالي، ليكون هذا هو موعد العام الدراسي الجديد 2023-2024، فإن الأهالي يقومون بالتحضير من أجل استعداد وتأهيل أبنائهم الطلاب للعام الجديد، ومن ضمن تلك الاستعدادات هي شراء الكتب الدراسية الخارجية الجديدة، وهنا سنقوم بعرض أسعار جميع الكتب الدراسية الخارجية. أسعار كتاب الامتحان 2024. أعلن الناشر الامتحان عن أسعار كتب الامتحان العام 2024 للمرحلة الإعدادية والثانوية وهي كالتالي: كتاب امتحان علوم الأول الإعدادي الجزء الأول 120 جنيه، كتاب الامتحان عربي للصف الأول الإعدادي الجزء الأول 135 جنيه، كتاب الامتحان علوم للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول 120 جنيه، كتاب الامتحان عربي للصف الثاني الإعدادي الجزء الأول 140 جنيه، كتاب الامتحان علوم للصف الثاني الإعدادي 130 عفوا للصف الثالث الإعدادي 130 جنيه، كتاب الامتحان لغة عربية للصف الثالث الإعدادي 145 جنيه، كتاب الامتحان كيمياء شرح ثالثة ثانوي 220 جنيه، كتاب الامتحان أحياء للصف الثاني الثانوي شرح 120 جنيه 140 جنيه، كتاب الامتحان جيولوجيا ثالثة ثانوي 225 جنيه. بالتأكيد إليك النص المعاد صياغته. أسعار كتب الشاطر 2024. أعلنت دار النشر الشاطر عن أسعار كتبها العام 2024 للمرحلة الابتدائية وهي كالآتي: كتاب الشاطر عربي للصف الأول الابتدائي 95 جنيه، كتاب الشاطر عربي للصف الثاني الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر عربي للصف الثالث الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر عربي للصف الرابع الابتدائي 115 جنيه، كتاب الشاطر عربي للصف الخامس الابتدائي 120 جنيه، كتاب الشاطر رياضيات للصف الأول الابتدائي 95 جنيه، كتاب الشاطر رياضيات للصف الثاني الابتدائي 95 جنيه، كتاب الشاطر رياضيات للصف الثالث الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر إنجليزي للصف الأول الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر الإنجليزي للصف الأول الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر الإنجليزي للصف الثالث الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر علوم للصف الرابع الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر دراسات للصف الرابع الابتدائي 95 جنيه، كتاب الشاطر علوم للصف الخامس الابتدائي 99 جنيه، كتاب الشاطر بوكليت عربي للصف الثالث الإعدادي 99 جنيه، كتاب الشاطر بوكليت دراسات للصف الثالث الإعدادي 99 جنيه، كتاب الشاطر بوكليت العلوم للصف الثالث الإعدادي 99 جنيه. أسعار كتب بيت باي بيت 2024. أعلن دار النشر بيت باي بيت عن أسعار كتبها لعام 2024 للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي: كتاب بيت باي بيت كونسل 1 للصف الأول الابتدائي 95 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الابتدائي 95 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الابتدائي 100 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الرابع الابتدائي 105 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الخامس الابتدائي 105 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الأول الإعدادي 105 جنيه، كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الإعدادي 105 جنيه. أسعار كتب الباهر 2024. أعلن دار النشر الباهر عن أسعار كتبها العام 2024 لجميع الصفوف وهي كالتالي: كتاب الباهر كونكت إنجليزي كي جي 1 55 جنيه، كتاب كونكت بلس كي جي 1 58 جنيه، كتاب الباهر كونكت انجليزي كي جي 2 55 جنيه، كتاب الباهر كي جي 2 كونكت بلس 58 جنيه، كتاب الباهر للصف الاول الابتدائي رياضيات 80 جنيه، كتاب الانجليزي كونكت للصف الاول الابتدائي 88 جنيه، كتاب الانجليزي كونكت بلس اول ابتدائي 99 جنيه، كتاب الباهر للصف الثاني الابتدائي رياضيات 80 جنيه، كتاب الباهر انجليزي كونكت ثاني ابتدائي 88 جنيه، كتاب الباهر للصف الثاني الابتدائي كونكت بلس 99 جنيه، كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي 80 جنيه، كتاب الانجليزي كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي 99 جنيه، كتاب الرياضيات للصف الرابع الابتدائي 86 جنيه، كتاب الانجليزي بلس رابع ابتدائي 99 جنيه، كتاب الرياضيات للصف الخامس الابتدائي 85 جنيه، كتاب الانجليزي كونكت بلس للصف الخامس الابتدائي 99 جنيه. أسعار كتب الأضواء 2024. أعلنت دار النشر
الأضواء عن أسعار كتبها لعام 2024 لجميع الصفوف وهي كالتالي: كتاب الأضواء كي جي 1-2 عربي 85 جنيه، كتاب الأضواء كي جي 1-2 رياضيات 85 جنيه، كتاب الأضواء كي جي 1-2 إنجليزي 85 جنيه، كتاب الأضواء رياضيات للصف الأول الابتدائي 100 جنيه، كتاب الأضواء لغة عربية للصف الأول الابتدائي 115 جنيه، كتاب الأضواء عربي للصف الثاني الابتدائي 120 جنيه، كتاب الأضواء رياضيات للصف الثاني الابتدائي 110 جنيه، كتاب الأضواء رياضيات للصف الثالث الابتدائي 115 جنيه، كتاب الأضواء عربي للصف الثالث الابتدائي 125 جنيه. أسعار كتب سلاح التلميذ 2024. إعلانات دار النشر سلاح التلميذ عن أسعار كتبها العام 2024 لجميع الصفوف وهي كالتالي: مرحلة رياض الأطفال كي جي 1 عربي 75 جنيه، رياضيات 70 جنيه، إنجليزي 70 جنيه. كي جي 2 عربي 75 جنيه، رياضيات 70 جنيه، إنجليزي 70 جنيه. المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي عربي 115 جنيه، رياضيات 100 جنيه، إنجليزي 85 جنيه. التربية الدينية 70 جنيه. الصف الثاني الابتدائي عربي سلاح التلميذ عربي ب 120 جنيه، سلاح التلميذ رياضيات للصف الثاني الابتدائي 110 جنيه، سلاح التلميذ الانجليزي للصف الثاني الابتدائي 95 جنيه، سلاح التلميذ للتربية الدينية للصف الثاني الابتدائي 70 جنيه. الصف الثالث الابتدائي سلاح التلميذ عربي 130 جنيه، سلاح التلميذ رياضيات 115 جنيه، سلاح التلميذ الانجليزي 100 جنيه، سلاح التلميذ التربية الدينية الإسلامية 75 جنيه. الصف الرابع الابتدائي سلاح التلميذ عربي 140 جنيه، سلاح التلميذ علوم للصف الرابع الابتدائي 105 جنيه، سلاح التلميذ رياضيات للصف الرابع الابتدائي 130 جنيه. الصف الخامس الابتدائي سلاح التلميذ عربي للصف الخامس الابتدائي 140 جنيه، سلاح التلميذ رياضيات للصف الخامس الابتدائي 130 جنيه. أسعار كتب المعاصر 2024. أعلنت دار النشر المعاصر عن أسعار كتبها العام 2024 لجميع الصفوف وهي كالتالي: مرحلة رياض الأطفال كي جي 1 كونيكت 100 جنيه، كونيكت بلس 130 جنيه. كي جي 2 كونيكت ب 100 جنيه، كونيكت بلس 130 جنيه. المرحلة الابتدائية الصف الأول الابتدائي كونيكت 120، كونيكت بلس 165 جنيه. الصف الثاني الابتدائي المعاصر كونيكت 125 جنيه، والكونيكت بلس 165 جنيه. الصف الثالث الابتدائي المعاصر كونيكت 130 جنيه، كونيكت بلس 165 جنيه. المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي المعاصر لغة إنجليزية 140 جنيه، الصف الثاني الإعدادي لغة إنجليزية معاصر 140 جنيه، الصف الثالث الإعدادي لغة إنجليزية المعاصر 145 جنيه، الصف الأول الإعدادي ماس 180 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الكتب الخارجية 2024 المعاصر والأضواء وسلاح التلميذ وغيرها في المكتبات شهر أغسطس 2023. لا تنسوا اشتراك في قناة تلفزيون الرجال دعم الله برايك، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.